وعي، اللي هو بيقول ايه؟ الوعي اكبر من الدين. طيب وبيقول لي ايه كمان؟ ان الريل بتاع التالي اكبر من الواحد. مين هو الريل بتاع التالي؟ مين الريل بتاع التالي؟ اليو. التالي لازم يكون اكبر من الواحد. يو. طيب ندور على الايكويشن اللي تربط ما بين اليو والواي اللي هي الايكويشن دي. اقدر ان الواي اكبر من الزيرو واليو اكبر من الواحد، فانا هستخدم ايه؟ هستخدم عند الباوندري بالظبط. يبقى لازم عند الواي تساوي زيرو تكون الدبليو تساوي واحد. خلاص؟ فهقول كده اليو تساوي واحد. يبقى الواحد تساوي A1X ده 0 بلس B1. Thank you.
اقارن بقى المعدل رقم واحد بالمعدل رقم تلاتة. هنقدر نطلع قيمة الـ A1 والـ A2 والـ B1. لما اقارن واحد بتلاتة، هنا الـ U بتساوي A1 X plus A2 Y زي B1، وهنا الـ U بتساوي Y زي B1. يبقى الـ A1 بكام؟ والـ A2 بكام؟ والـ B1 بكام؟ معانا شايفين A1 بكام؟ بزيرو، أنا هنا مفيش X، يبقى لازم يكون الـ A1 بزيرو. طيب، الـ A2 بكام؟ الـ A2 بنيجاتيف 1. الـ B1 بكام؟ الـ B1 بواحد. يبقى انا مين كده اللي ناقص عندي مع الكوش؟ البي 2 ما عرفتش هي بكام؟ خلاص يبقى البي 2 دي ايه؟ دي تعتبر ديجري اوف فريدم. اسيبها زي ما هي، اسيبها بي 2 ما احسبهاش. يبقى دلوقتي ادي الترانسفورميشن بتاعي اللي هو ده. انا هبدا احدد قيمه الـ A1 والـ A2 والـ B1. يبقى الـ W بيساوي A1 بلس IA2 والـ IA2 بنيجاتيف والـ A2 بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف I بالـ Z بلس الـ B1 بواحد والـ A2 هسيبه زي ما هو. هل الحل اللي انا طلعته بالايكويشن هو نفس الحل اللي انا طلعته بالاوبريشن اللي انا عملتها على الرسم ولا اختلفوا؟ ها؟ هو هو. طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ ها؟ يا فرانكين مش فاهمها يا فرانكين. أنا دلوقتي عايز أضمن إن اليو تكون أكبر من الواحد. صح؟ طيب حلو. مستحيل تبقى الواي 6 والترانسفورميشن بتاعها تبقى اليو 6. لأن أنا عندي من هنا أنا طلعت إن اليو يساوي واي بلس 1، أنا حطيت الكونديشن ده أنا اللي حطيته عشان أضمن إن اليو تكون أكبر من الواحد. الرول لازم تبقى واحد.
مش جايب من حسابي على بره. Yeah.
squared plus v squared والواي تساوي نيجاتيف v على u squared plus v squared. ها القانون المفروض هو ايه السؤال؟ يقول لي show that under the transformation that will equal 1% the circle is the left straight line, the circle of straight line, the circle of straight line. Right. Right. نبتدي بقى نشيل كل x و y هنا ونعوض عنها بالكلام ده. طيب هي x squared plus y squared بتساوي كام يا شمسيه؟ يعني هاخد الكلام ده سكوير بلس الكلام ده سكوير تطلع بكام؟